بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله طلبتنا الأعزاء وأسعد أوقاتكم. نتواصل معكم بتقديم سلسلة محاضرات الفسلجة الطبية المقدمة قبل الدكتور الاختصاص ميسر محمد حسين الكعبي. وصلنا وإياكم إلى Unit 2 Blood and Body Fluids Lecture 10 Part 2. كملنا البارت الأول كان نهايته للسيكل سيل أنيميا، والآن إن شاء الله بدأنا بالبارت الثاني اللي هو الثلاسيميا. الثلاسيميا is an inherited disorder characterized by abnormal hemoglobin. إذن هو عبارة عن مرض وراثي سبب أنه الهيموغلوبين يكون غير طبيعي، يسمى أيضا بالكوليز أنيميا أو ميديترانيان أنيميا، يسموه فقر الدم البحر المتوسط. It is more common in Thailand and to some extent in Mediterranean countries. إذن أكثر شيء يعني منتشر في منطقة تايلاند، في بلد تايلاند والأقطار الأخرى في البحر المتوسط. Thalassemia is of two types: الفا ثلاسيميا والبيتا ثلاسيميا. احنا ليس منها الفا ثلاسيميا وبيتا ثلاسيميا، احنا تعرفون احنا قلنا حكينا عن الهيموغلوبين وعن الجلوبين تشين انه تتكون من سلسلتين، النورمال هيموغلوبين من 2 الفا تشين و 2 بيتا تشين. فلذلك هسه احنا تسميه مات الفا ثلاسيميا وبيتا ثلاسيميا راح نحكي تفاصيلها، وراح تشوفون كل وحده انه شنو الميزه مالتها وصفاتها ويعني وضعيتها شنو حتى تكون الصورة تكون واضحة. الألفا ثلاسيميا it occurs in fetal life، تحدث وين بالحياة الجنينية أو الإنفانسي مرحلة الطفولة. In this type alpha chains ليش نقول ألفا ثلاسيميا؟ الألفا chain راح تكون شنو؟ are less absent or abnormal، يعني أما تكون قليلة سلسلة الألفا chain أو تكون أصلا معدومة أو تكون غير طبيعية. In adults beta chains are in excess، الاش راح تكون منهم اللي تعوض عنها تكون منو؟ البيتا تشين، تكون ان اكسس يعني في كثره او في غزاره. ان تشيلدرن الجاما تشين ار ان اكسس، تكون الاكثر شائعه من الجاما تشين بالاطفال، وبالادلت بالبالغ تكون البيتا تشين. This leads to defective erythropoiesis، راح تسبب لنا مشكله بصناعه كريات الدم الحمراء and hemolysis، وزياده نسبه التحلل هذه الكريات. The infants may die immediately after birth، الطفل قد يموت مباشرة بعد ولادته. البيتا ثلاسيميا البيتا ثلاسيميا البيتا تشينز ار لس، بس انا من قلنا بيتا ثلاسيميا معناه وين الخلل؟ الخلل بالبيتا تشين اللي هي شو تكون؟ تكون اما لس ان نمبر، قليلة العدد، او ابسنت او ابنورمال يعني غير طبيعية، اما معدومة او غير طبيعية بتركيبتها. وذان اكسس اوف الفا تشين راح يكون منه اللي يعوض عنه، يكون الاكثر موجود هو الالفا تشينز. The alpha chains precipitate causing defective erythropoiesis، أيضا نفس الحالة راح تسبب لنا مشكلة في صناعة كريات الدم الحمراء، وأيضا hemolysis تحلل هذه الكريات. البيتا ثلاسيميا is very common among these two types، من الأكثر شيوعا الألفا لو البيتا؟ البيتا ثلاسيميا أكثر شيوعا. إن normal hemoglobin الهيموغلوبين الطبيعي number of alpha and beta chain beta polypeptide chains is equal، عدد هذه الالفا والبيتا بوليبيبتيد تشين زين السلسله البوليبيبتيديه اللي تكون الهيموغلوبين تكون شنو؟ متساويه. ان ثلاسيميا البرودكشن اوف ذيس تشين بيكم امبالانس، انتاج هذه السلسله تكون غير متوازن. ليش؟ شنو السبب؟ بيكوز اوف ديفكتيف سينثيسيس اوف جلوبين جينز، اكو مشكله بالجينات اللي بينصنع منها هذه ماده الجلوبين وهذه السلسله. This causes the precipitation of the polypeptide chain in the immature red blood cells، راح يسبب ترسبها وتجمعها في كريات الدم الحمراء الغير ناضجة، مما يؤدي إلى disturbance in erythropoiesis، راح يسبب لنا مشكلة بصناعة كريات الدم الحمراء. وأيضا the precipitation أيضا راح يكون مو فقط بس بال immature red blood cells، أيضا بال mature red blood cells resulting in hemolysis، يسبب لنا شنو؟ راح يسبب لنا تحللها. فمن تكون تجمعها بالكرة الدم الحمراء غير الناضجة راح يسبب لنا مشكلة واختلال بعملية صنع كريات الدم الحمراء، ويكون تجمعها في الكرة الدم الحمراء الناضجة راح يسبب لنا تحللها. النوع الثالث من الأنيميا اللي أخذناه احنا الـ Nutrition Deficiency Anemia، Anemia that occurs due to deficiency of a nutritive substance necessary for erythropoiesis،
It's called nutrition deficiency anemia. فإذا شنو سببه؟ سببه أكو يعني نقص في العناصر الغذائية الضرورية لصناعة كريات الدم الحمراء، مما سبب لنا أنيميا نتيجة نقص الغذاء. The substances which are necessary for the erythropoiesis هي شنو؟ الأيرون، الحديد، البروتينز، فيتامينز like C and B12 and folic acid. The type of nutrition deficiency anemia are iron deficiency anemia. Is the most common type of anemia. It develops due to inadequate availability of iron for hemoglobin synthesis. إذن هي طبعا أكثر الأنواع شيوعا من فقر الدم نقص الحديد، ويكون نتيجة يعني عدم توفره بصورة كافية لصناعة الهيموغلوبين. Red blood cells are microcytic and hypochromic. حجم كرية الدم الحمراء راح تكون صغيرة وقليلة الصبغة، صبغة الهيموغلوبين hypochromic. أسباب الأيرون ديفشنسي أنيميا عندنا الـ loss of blood، فقدان كمية من البلد، decrease intake of iron، قلة في تناول الكمية الكافية من الحديد، poor absorption، ضعف الامتصاص الحديد of iron from intestine من الأمعاء الدقيقة. أربعة increased demand، زيادة الاحتياج for iron للحديد بحالات شوك مثل النمو growth and pregnancy الحمل. Features of iron deficiency anemia are brittle nails، أظافر هشة، spoon shaped nails تشبه ملعقة الطعام يسموها كولينيكيا، brittle hair شعر متقصف، atrophy of papilla in tongue ضمور الحليمات في اللسان، and dysphagia صعوبة في البلع، difficulty in swallowing. هاي يعني ممكن الفيتشرز اللي تظهر لنا بالفقر الدم نتيجة نقص الحديد. Protein deficiency anemia نتيجة نقص البروتين، فقر الدم نتيجة نقص البروتين، due to deficiency of proteins and the synthesis of the hemoglobin is reduced، راح تقل صناعة الهيموغلوبين. The red blood cells are macrocytic hypochromic، كرات الدم الحمراء راح تكون كبيرة الحجم ولكن قليلة صبغة الهيموغلوبين. Pernicious anemia or Addison's anemia، فقر دم أديسون أو يسمى pernicious anemia، يسمون بعض الأحيان الأنيميا الخبيثة. Pernicious anemia is the anemia due to deficiency of vitamin B12، نقص الفيتامين B12. It is also called Addison's anemia. It is due to atrophy of the gastric mucosa، نتيجة ضمور الغشاء المخاطي في المعدة. زين because of autoimmune destruction، يصير شنو تدمير يعني مناعة ذاتية of parietal cells، الخلايا الجدارية الموجودة بالمعدة. الغاستريك اتروفي results in شنو؟ in decreased production of the intrinsic factor، هاي الضمور اللي صار بجدار المعدة بالغشاء المخاطي في جدار المعدة سبب لنا شنو؟ نقص في انتاج اللي ما يسمى بالعامل الجوهري intrinsic factor and poor absorption of vitamin B12. طبعا احنا امتصاص B12 يحتاج إلمن الى الانترنسك فاكتر، بما ان الانترنسك فاكتر قل انتاجه في هذا المكان فبهالحالة راح يصير شنو؟ امتصاص B12 يكون ضعيف، which is the maturation factor for the red blood cells، يعتبر العامل التطور والنمو لكريات الدم الحمراء اللي يقصد على B12. Red blood cells are larger and immature with almost normal or slightly low hemoglobin level. تكون كريات الدم الحمراء تكون كبيرة غير ناضجة مع تكون نسبة الهيموغلوبين أما طبيعية أو قليلة نوعا ما. Synthesis of hemoglobin is almost normal in this type of anemia. صناعة الهيموغلوبين يكون طبيعي بهذا النوع. لذلك cells are macrocytic and normochromic أو hypochromic. كرات الدم الحمراء تكون كبيرة الحجم ولكن صبغة الهيموغلوبين تكون أما طبيعية أو قليلة. Before knowing the cause of anemia، قبل أن نعرف شنو سبب فقر الدم، it was very difficult to treat the patients and the disease was considered fatal. يعني كل صعوبة في علاج المريض وقد يكون هذا يعني قاتل. Therefore it was called pernicious anemia، ذلك سميه فقر الدم الخبيث. Pernicious anemia is common in old age and it is more common in females. طبعا هي تكون أكثر شيء يعني شائع بعمر الناس الكبار أكثر شيء زين العمر المتقدم بالسن، وأيضا بالنساء يكون أكثر من الرجال. It is associated with other autoimmune disease like disorders of thyroid gland Addison's disease. ايضا لها علاقه بامراض المناعيه الذاتيه مثل الغده الدرقيه واذا ما يسمى مرض اديسون. Characteristic features of this type of anemia، البروتين انيميا قلنا احنا هي are
احنا قلنا طبعا هاي هنا قلنا احسن تي البروتين العفو برنيشس مو بروتين انيميا قلنا برنيشس انيميا اللي كاركترستيك فيتشرز اوف ذس تايب اللي هي نتيجه قلنا نقص بالبي 12 والانترنسيك فاكتور ار ليمون يلو كلر اوف ذا سكن. اذا شو يكون لون الجلد يكون ليموني زين نتيجه الانيميك بيلنس اند مايلد جونز وايضا تكون شحوب واصفار يصير عنده and red sore tongue ولسان احمر ملتهب. Neurological disorders such as paresthesia تنمل abnormal sensation like numbness tingling burning ما يصير حرقة أو تنمل أو خدر. Progressive weakness and ataxia يصير أنه راح يصير ضعف تدريجي واختلاج بالحركة نسميها muscular incorporation زين are also observed in extreme conditions. Megaloblastic anemia is due to deficiency of another maturation factor اللي هي folic acid سميها فنقص الفوليك acid يا نوع من الانيميا تاني يسموه megaloblastic anemia. Her red blood cells are not matured غير ناضجة. The DNA synthesis is also defective راح يصير عندنا مشكلة في صناعة الـ DNA. The nucleus remains immature تبقى النواة غير ناضجة. Red blood cells are megaloblastic and hypochromic. Megaloblastic يعني كبيرة الحجم وأيضا تكون قليلة الصبغة الهيموغلوبين. Features of pernicious anemia appear in megaloblastic anemia also. However, the neurological disorder may not be developed. النوع الرابع من الأنيميا الأبلاستيك أنيميا نسميه فقر الدم اللاتنسجي. Aplastic anemia is due to disorder of the red bone marrow. نتيجة أكو مشكلة عندنا أو مرض في النخاع العظم الأحمر. Red bone marrow is reduced. يقل راح تقل هاي المادة النخاع الأحمر and replaced by fatty tissue تستبدل بأنسجة دهنية. البون مارو disorder occurs in the following conditions: repeated exposure to the X-ray or gamma ray radiation التعرض المستمر لأشعة الإشعاع زين أو الجاما ray اللي نسميها أشعة جاما. A presence of bacterial toxins quinine, gold salts, benzene, radium زين إذا وجود يعني سموم بكتيرية أو يعني هاي المواد البنزين أو الراديوم أو الجولد صوت أملاح الذهب وغيرها. إذا tuberculosis تدرم الفيرال infections التهابات الفيروسية مثل الهيباتيتس التهاب الكبد الفيروسي والإتش آي في infection. إن أبلاستيك أنيميا the red blood cells are normocytic and normochromic. بهاي النوع من الأنيميا شنو تكون كرات الدم الحمراء تكون هم طبيعي يعني حجمها طبيعي وصبغتها طبيعية. النوع الأخير الأنيمي هو أنيمي of chronic disease فقر دم نتيجة الأمراض المزمنة. أنيمي of chronic disease is the second common type of anemia next to iron deficiency anemia يعتبر النوع الثاني من بعد يعني الشائع من بعد فقر الدم نتيجة نقص الحديد. Characterized by short life span قصر عمرها of red blood cells نكرات الدم الحمراء تكون عمرها قصير نتيجة caused by disturbance in the iron metabolism or resistance to erythropoietin action. الأنيميا develops after few months of sustained disease. يعني تظهر بعد عدة شهور من وجود المرض. The red blood cells are normocytic and normochromic. كرات الدم الحمراء بهذا النوع أيضا تكون normocytic ونormochromic. يعني طبيعية حجمها وصبغة الهيموغلوبين أيضا بها طبيعية. Common causes of anemia of chronic disease أن non-infectious inflammatory disease. يعني التهابات مو نتيجة يعني التعرض إلى جرثومة وإنما مثل عدة نسموها روماتويد أرثرايتس chronic inflammatory autoimmune disorder affecting joint يعني التهاب المفاصل نتيجة أمراض مناعية ذاتية. chronic infection التهاب المزمن مثل التيبي تدرم infection caused by the mycobacterium TB tuberculosis and abscess وتكون مادة القيح collection of pus تجمع القيح in infected tissue in the lungs تجمع القيح في الأنسجة الملتهبة من الرئتين. Chronic renal failure in which the erythropoietin secretion decreases since erythropoietin is necessary for the stimulation of the bone marrow to produce red blood cells its deficiency causes anemia. فإذا شنو أن الفشل الكلوي المزمن راح يسبب لنا على أثرنا على ما سماه مادة الارثروبويتين اللي تحفز لنا النخاع العظم الأحمر لإنتاج كريات الدم الحمراء وبذلك سبب لنا هذا النوع من فقر الدم. Neoplastic disorder الأمراض السرطانية abnormal and disorganized growth in tissue or organ such as Hodgkin's disease
زين malignancy involving lymphocytes. هوجكن زي يعني شنو معناها سرطان كريات، احنا نسمي احنا كريات الدم البيض يعني اللي تتضمن مئة الليمفوسايتس، and cancer of the lung and breast، وايضا سرطان الرئه وسرطان الثدي. Red blood cells are generally normocytic and normochrome. كرات الدم الحمراء تكون طيب يعني بحجم طبيعي وصبغة تكون كميتها طبيعية وكافية. This type of anemia. However, in a progressive disease associated with the iron deficiency, the cells become microcytic and hypochrome. لكن بتقدم المرض راح يؤدي هذا الأنيميا إلى نوع هذا الفقر الدم إلى iron deficiency anemia، وتسبب كرة الدم الحمراء راح تكون microcytic hypochrome. Sign and symptom of anemia: skin and mucous membrane. Color of the skin and the mucous membrane becomes pale. أصبح شاحب. Paleness is more constant and prominent in buccal and pharyngeal mucous membrane. زين في تجويف الفم والبلعوم. بالconjunctiva أيضا بالعين. اللبس الشفاه. الأذن ear ear lobes. Palm راحة اليد. Nail bed أيضا بقاعدة الأظفر. Skin loses the elasticity، يفقد المطاطية مالت الجلد، and becomes thin and dry، ويصبح خفيف وجاف الجلد، ما بيكون مطاطية. بالنورمال يكون الجلد يكون نوع من المطاطية. Thinning loss and early grayness أيضا راح يسبب لنا أيضا الهير يصير يعني يكون خفيفة وتصبح لونها أبيض مشيب، نسميه احنا الشيب، ظهر الشيب. The nails become brittle, هشة تصبح الأظافر and easily breakable وتتكسر بسهولة. Cardiovascular system, there's an increase in heart rate، زيادة بعدد ضربات القلب و cardiac output. Her heart is dilated، يصير توسع بالقلب، and cardiac murmurs are produced، ما سمع احنا أصوات، تظهر أصوات المرمر بأثناء يعني سمعنا بالسماعة ضربات القلب. The velocity of the blood flow is decreased، سرعة الدم أيضا تزداد. Respiration there is an increase in the rate and force of the respiration، تزداد أيضا المعدل وقوة التنفس. سببنا breathlessness أيضا and sneeze، ممكن أيضا سببنا يعني اختناق وضيق بالنفس. Difficulty in breathing. The oxygen hemoglobin association curve is shifted to the right. هذا احنا ان شاء الله يعني اعتقد شرحناه بالمحاضرات السابقة، وهذا ان شاء الله ايضا تطلعون عليه اكثر ان شاء الله موضوع الريسبيراتوري سيستم. فهنا من يصير هذا الكيرف يعني الشيفتنج مالته باتجاه اليمين وباتجاه اليسار. باتجاه اليمين من يصير راح تقل الافينيتي للاكسجين، يعني تقل انه قابلية الكرة الدم الحمراء باستقبال الاكسجين، تزداد البارشال سي او 2، يزداد تركيز الهيدروجين ويقل البي اتش، يزداد 2-3-diphosphoglycerate وتزداد درجة الحرارة. بينما اللي شفتي إذا صار للرايت لا راح لللفت، إذا هذا بالنسبة للرايت، إذا صار لللفت لا increase the affinity راح تزداد فرصة يعني احتضان الأكسجين أكثر لكرات الدم الحمراء، تقل الـ PCO2 وتقل تركيز الهيدروجين، يقل الـ 2-3-diphosphoglycerate وتقل درجة الحرارة، ويكون الهيموغلوبين نوع يكون هيموغلوبين F. زين هنا الدايجستشن ايضا انوركسيا نايزيا فوميتنج ابدومينال ديسكمفورت، كلها احنا يعني غثيان وتقيؤ والم بالبطن، كونستيبيشن امساك ار كومن. البرنشس انيميا ذير از اتروفي اوف بابيلي از وي منشن ان ذا تانج، ان بلاستيك بلاستيك انيميا نيكروتيك ليجنز ابير ان ماوث اند فارينكس، راح تظهر عندنا بعض التقرحات بالبلاستيك انيميا بالفم والملعون. الميتابوليزم بيزل ميتابوليك ريت يزداد بالسيفير انيميا يعني فقر الدم الحاد. الكيدني رينال فانكشن از ديستربد، يضطرب عمل الكلية. والبومينيوريا از كومن، تزداد كمية الالبومين باليورين. الريبرودكتيف سيستم ان فيميل، ذا منسترال سايكل از ديستربد اند ذير مي بي منوريجيا، يصير نزف، ممكن اوليغومينوريا او امينوريا، او ممكن انقطاع يعني قلة كمية الدم النازل أو انقطاع الدم. الـ neuromuscular system common neuromuscular symptoms are increased sensitivity to cold، يعني تتحسس للبرد، headache ألم بالرأس، lack of concentration فقدان التركيز، restlessness قلة الراحة، irritability اضطرابية، drowsiness يعني
ديزنس، دوخة، عدم التوازن، فيرتايجو نسميه احنا، دوار يصير عندنا من أثناء القيام، and fainting، وهنا نسميه احنا يعني يغمى عليه. Muscles become weak and the patient feels lack of energy، نصبح العضلات ضعيفة والمريض يشعر بفقدان الطاقة و fatigue quite often and quite easily، يصير عنده خطأ يعني نحول و عشان نقول احنا يعني ألم في كل مفاصله وفي كل جسمه، وعدم القدرة والاستطاعة على النهوض وأداء العمل، يعني يصير عنده نحول في كل أعضاء جسمه بسهولة وبيسر تكون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.